بسم الله الرحمن الرحيم. درس مراجعة لدروس الصف الثاني. الطريقة باختصار، سنختار أسماء طلاب عشوائية، يظهر السؤال لدى الطالب فرصة للإجابة أو تغيير السؤال أو الاستعانة بزميل إذا ساعدك زميل أنت وزميلك تحصل على الدرجة. على بركة الله، جاهزين؟ نبدأ السؤال الأول، وسوف نطلب من الكمبيوتر اختيار اسم طالب من طلاب الصف الثامن واسم المال. تفضل يا سيد بسرعة. انت الطبيب بسرعة. محمد سيد، طب يا ولد. السؤال الأول. شح. اقرأ السؤال. قال تعالى. أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. بين يدي. بين يدي الله وصوره، فاتقوا الله ان الله سميع عليم. طيب، ينهانا الله تعالى عن امر في هذه الايه، ما هو؟ اقرا الاجابات واعطي الجواب الصح. امر ينهانا الله تعالى عن ايوه ها؟ اي جواب؟ انت شاكك ولا متاكد؟ اذا شاكك تقدر تغير السؤال او تستعمل صديق. ترك حفظ كلام الله او كلام نبيه، هذا الجواب؟ لا. طيب، اعطي الجواب ولا تعطي فرصة؟ تبدل السؤال ولا تختار زميل؟ تفضل، عندك فرصة لي طلب وصل هدف زميل، مين يساعد زميلك؟ اختار انت واحد. منصور، ايش رأيك يا منصور في هذا السؤال؟ تقديم قول او فعل على قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نشوف الجواب. ننتقل الى السؤال الثاني ونشوف من سوف يختار الكمبيوتر. بسم الله. نعم من سال؟ معي. ادورك ان شاء الله. نشوف. خالد ثامر سامي. سؤالك يقول. جزاك الله خير يا فيصل، احسنت، بارك الله فيك. السؤال الاول كان عندنا محمد زيد ومنصور. احسنت، طبعا منصور بعد عنده فرصه للاجابه، مساعد وعنده سؤال. طيب اقرا السؤال يا ثامر. ما معنى لا تقدم؟ متذكر الآية؟ لا تفعل. جواب نهائي؟ هيا نشوف. مع الأسف سريع. طالب ثاني. طبعا رح نشيل اسمك، راح عليك الفرصة. إلا إذا زميل اختارك في سؤال تاخذ أنت وياه درجة. أعطانا محمد ياسر. لا تقولوا خلاف القرآن والسنة والجواب صحيح. صحيح يا عبد الله، قولي صح يا عبد الله. سؤال آخر ونشوف طالب آخر. آسف. شهد. أعمالكم تضيع أموالكم، تزيد أعمالكم، يزيد ثوابكم، يزيد ثوابكم. جواب نهائي. يقتل ثوابها. عن طريق اثنين جوابين، هذه الجواب نهائي. يقتل ثوابها، خلينا نشوف الجواب. سجل لي اسمك درجة. تريد شوية تفاعل مع إجابات الطلاب. الطالب اللي بعده هو شوف الكمبيوتر. يا بسم الله. من اشوف هذا انا بكتب الكمبيوتر. طيب جالس. بسم الله. سؤال رابع. اقرا السؤال. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما معنى تبينوا؟
ما معنى فتبينوا؟ فقاتلوا فتثبتوا وتأكدوا فعاقبوا فتأملوا. جواب نهائي فتثبتوا وتأكدوا. يعني تقدم إلى الأمام. لا تقدموا تأملوا. أنا ما شفت بس خليك معي الآن حط لنا درجة أو سجل علامة لزميلنا عبد الرحمن. طيب يا شباب والاسم اللي بعده. ما اختاره الله خلق الكمبيوتر؟ وخالد صالح. طيب شو اسمك؟ تمام. عبد ماشي انت شو اسمك؟ بس عدل انت اسمك لك الله خير سلمان؟ ليش لك الله اسمعي سلمان؟ بسم الله. سؤالك يقول ما معنى بجهاله في قوله تعالى ان تصيب قوما بجهاله؟ اربع خيارات. بخطا او بظلم. بخطا او بظلم. نشوف الجواب. احسنت. ما عليك بتمر الاسئله عشوائيه واحده واحده خليك معي استمع جيد قاعد تتبع ويحل معاها. طيب السؤال اللي بعده وشوف اول شيء اسم و خليفه يقرأه. ما الذي تسببه العجلة في نقل الأخبار؟ تسبب خطر وأضرار بالأمن وخطرا وضررا بالأمن وتؤدي العداوة أم نعم؟ تسبب خطرا وضررا بالأمن وتؤدي العداوة. متأكد من الجواب؟ لا تستعجل. واثق من الجواب؟ آخر جواب. شكرا على إصرار جوابك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اطلع لي في بالي، يا رب اطلع لي في بالي. المسلمة التي تعتدي على فئة أخرى مسلمة يجب أن نقاتلها حتى لا هم يدرون حتى تفيد إلى أمر الله. ترجع وتتوب. خلينا نشوف الجواب. أنت متأكد؟ ولا أعطيك فرصة؟ أعطيك فرصة. غير السؤال استعين بصبري خلي أو جاوب خلاص قول ما حد يتكلم يا شباب. ليش؟ اعتمدت جواب نهائي. تتوب وتتوب واصبر اعتذر شاري درجة. طيب. ما كان ليش؟ لا مو شاري اسف محمد البارك. طيب يا شباب و فصل لا جاوب مع صوت مساعدة. هو ما جاء سؤال ومساعدة جميلة هذا التعاون تحصل درجة زيادة معنا. لذلك حتى لو كنت عارف الجواب وتريد تساعد زميلك تعطي درجة لك ولا اختار زميلك معنا. طيب سؤالك يقول يا منصور السؤال الثاني موجود مباشر بركة نقل الأخبار دون تأكد يجوز وليس هناك نهي من الله
يجوز وإنها الله، هذا طبعا ما أدري أنا هذا الجواب أمر عادي لا مشكلة فيه، طبعا هنا عندي خطأ إملائي، لا يجوز وقد نهانا الله تعالى. لا يجوز نهانا الله. جواب نهائي؟ جواب نهائي. ما يحتمل أي جواب آخر؟ واضح؟ جزاك الله خير، درجة يا منصور، بارك الله فيك. السؤال اللي بعده، جاهزين يا شباب؟ جاهزين. في ناس تنتظر اسمها وتقول لك والله يطلع، بسم الله. يا رب اطلع عايض، يا رب اطلع عايض. عبد الرحمن. لا الله خير، يلا ما عليك. طالب آخر. اي عايد يا رب عايد يا رب عايد. عايد قرب قرب. جاهز يا عمر؟ قل بسم الله. شو سؤالك؟ كفو يا عمر. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرف ومن ارجع. ما معنى تلقي السلام وتقول السلام عليك؟ بس؟ لا. اه راح. بص. ايه صح صح. وش اللي صح؟ تلقي السلام وتقول السلام عليك. طيب ايش رايك بجواب تلقي التحية بأي طريقة؟ لا. هذه تنفع مع من؟ مع غير المسلم. ايه. أما المسلم؟ السلام عليك. ويقول؟ أحسنت، بارك الله فيك والجواب صحيح. Yeah.
السؤال، بس الكمبيوتر راح يختارك. بشوف مين اللي راح يتوصف فيك، انا ولا الكمبيوتر؟ بسم الله. جاهز؟ بسم الله. اقرا السؤال. من آداب الدعاء؟ الدعاء بعد سن الأربعين، عدم طلب شيء من الله تعالى، عدم الجهر بالدعاء ابدا، الاقبال على الله. طيب مساعد. ها؟ مساعد. طيب اختار زميل. ثلاثة من الدعاء. ارجع ارجع. بدون صوت يا شباب. دقيقة بس.